بسم الله الرحمن الرحيم. تشاينا العادي. تشاينا 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 يو اس اي. اوكي زي التكتيك الطبيعي، نحاول ان احنا نتحكم كويس ونكون حذرين في بداية الجيم. ما عندنا غير هذا الامل. خوفي من انه ايكو السريع كان همرين محشية، ولا ان كان همرين واسعاف، ولا ان كان همر اول همر يجيني في الدقيقة الاولى وبعدها يجيني اسعاف. يلا ومنين دبابات ونحاول ننطلق ونسوي كل اللي نقدر عليه. فين تتوقعوا حاط الدرون؟ هاي شباب يا شباب الحقوني يا شباب. والله المنطقة دي اي منطقة ممكن يجي منها ممكن تسبب خطر. تفضل انه انا بعد شوية الغم. كاتلينج يلا اوت بوش اوت بوش يلا اوت بوش. هاي اوكي نشوف ايش لنا. اوه حاط الدرون في النص. اعتقد انه ثواني حتفصلنا عن الهجمة الشرسة حقته. ثواني دقيقتين الهجمة دي حيطة مضبوطة. صار طالما صار عندنا مجموعة طيبة تقدر تصد الهمرات. كاتلينج واوت بوس. اوه حلو حلو. طبيعي كان المفروض انا اتوقع شيء زي هذا. المفروض انه في دقيقتين يكون واصل لهمرين واسعاف. هذا مفترض انه شيء طبيعي. جهز الميكس. الميكس تطبخ مع الابجريد حقها. يلا 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 واحدة ميكس بس ممكن تفرق. ابجريد ميكس ابجريد. ارجعوا اوكي. الميكس طلعت ولكن بدون ابجريد ما لها اي داعي. دوبك ضربتها يا دوبك تعمل كده بس تسلم بس. شفت تسلم بس تسلم وتمشي. الله يكتر خيرك صراحة. حلو في اللحظة الأخيرة اضرب. تكفى 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 سرعة. بركة بركة بركة. حلو. طيب شينا له همرين واسعاف. انا اعتقد انه انا خسرته هجمة محترمة، هجمة مكلفة يعني. مش بك الهمر كم ديان بوازيك. احتياطا رغمنا المطار عشان لو اتلسلس من هنا من هنا. دخل الهمر من هنا من هنا يصير ايش يتفقع. مرات تفقع. طيب اعتقد انه الان حيعمل حسابه اذا قرر انه يهجم. المكزات اصبحت جاهزة. نضرب بالمكزات بعدين نهجم ب الجاتلينجات. الله لو كان عنده كونبورتون سريع ما حيقدر يدخل المطار لأنه ملغم. أين أنت؟ أين أنت أيها الرجل؟ أرجعوا أنتوا. خلي واحدة كاتلينج تروح والباقيين خليهم يدافعوا في المنطقة. تصرفوا غريب. طيب خلاص تمام خلاص روحي روحي مع صاحبتك روحي.
Relocating. يعني هذا الاوتبوست نكتشف. اوه لا لا لوست اثنين افنجر. استنى لحظه مناسبه, خلينا نستنى لحظه مناسبه. الحين في عطرب دحين شيل الدوزر واستنى لحظه مناسبه. اوكي بعده بعده ممتاز. اضرب وخش بالجاتلينج. ايوه ممتاز مره ممتاز. جي جي حلو والله. هجمه خطيره هجمه خطيره بس هاي ريسك واضيع كل فلوسي فيها. جي جي بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا فيكم في هذه الاعاده. نفس الجيم اللي فات ولكن هو مجرد كان تحليل, حبيت اشوف هو كيف لعب واعطي بعض المشاهدين اللي دائما صراحه يسالوني عن تكتيك تشاينا وكيف تتلعب تشاينا قدام يو اس اي, خصوصا ان يو اس اي دائما يشكل خطر على تشاينا بالذات تشاينا العاديه. في بدايه الجيم اذا كان في نوع مثلا هامارين سريعة تسووا مع إسعاف أو جاء دروب أو إيش ما صار, دائما في بداية الجيم في أفضلية لصالح اليو اس اي. فخلينا نشوف كيف ممكن تشاينا تلعبها قدام اليو اس اي بهذه الطريقة. أول شيء خلينا نشوف هو كيف لعب. هو راح اثنين سبلاي وبنى وور فاكتوري وبنى من الجنود, طلع شنكاته الطبيعية والآن هو حيجهز همارات. طيب هو طبعا شايفنا وشايف, يعني خلينا نشوف هو ايش شايف الان. هو شايف يعني انه في سبلايات هنا وهنا. طبعا لما نعرف انه في سبلاي يمين وفي سبلاي يسار غالبا انه هذا بيلعب ارضي ما بيلعب مثلا جنود, لكن ما عارف يمكن انا اطير او لا ما يعرف. فالان هو بيجمع همرات في الدقيقة ونص الى الان. انا صار عندي جاتلينج, انا نفس الشيء بنيت سبلايين وكنت متحفظ نوعا ما في الهجوم لاني صراحة كنت شوية شايل هم وخايف لو يهجم علي بنو ايكو مثلا بهمرات كان يتحكم بيها بسرعة همرين واسعافة وكده. فقلت خليني أمن نفسي ألغي الدرون وأتجه يمين ويسار وأشوف هو فين ممكن يكون متواجد. هنا أخفف الميوزك شوية. تمام الآن أنا انطلقت هذه الجهة. حيصير تقريبا عندي يعني دقيقتين وانا هاجم بيتين جاتلينج وواحدة اوت بوست. كاشف المنطقة دي وحاولت ان انا يعني احمي هذه المنطقة بواحدة جاتلينج وواحدة اوت بوست وشوف. طبعا هو بحكم ان هو يوسيو اكيد شافني واتجه برضو الى هذه المنطقة بس معاه همرين واسعاف هذه المرة. نشوف وعنده الهمرين محشية تقريبا 8 جنود بوازيك مع اسعاف, يعني كان التحكم بالنسبة له أفضل. هو كان بيتحكم بشكل كويس صراحة. باني فاير بيس هنا خوفا من أي جاتلينج متلسلسة ممكن تكون جاية من هذه المنطقة وشال الاثنين جاتلينج بسهولة مع الأوتبوس. في هذه اللحظة أنا قررت أني أنا أسوي مطار مباشرة على بال ما وطورت التطوير حقة النار هنا على بال ما الهجمة هذه اللي جاية يصدوها هذول الحبايب هتكون الميكس قد طلعت والمفترض انها تكون اتطورت تطويرة النار, ولكن مع الاسف لسه الى الان ما تطورت, اتاخرت التطوير شويه نوعا ما. هذه هجمه مره قويه مو سهل على اي احد يصدها والميكس طلقت بدون التطويره, ولكن مفترض انه التطويره تكون جات الابجريد. خلاص حصلنا على الابجريد الان. هذه اللحظه حاسمه جدا خرجت أول ميكس ضربت في اللحظة المناسبة. شوف التوقيت قديش كان فارق معايا وشلت الهمر, قدرت إن أنا أشيل الهمر وبالتالي هذه الهجمة انتهت. ولكن هو لا ننسى إنه هو الآن بيجمع يعني, وعرف إن تكتيكي إنه أنا عندي يعني ميكسات وبلعب أرضي كمان. دافعت عن بيسي دفاع كويس, صح إن أنا خسرت بعض اليونيت, صار هو دمر 8 أنا ما دمرت غير 4, ولكن
خلينا نشوف كيف حتمشي مجريات الجيم اكثر. صار عنده 3 هامرات، اقتصاده ممتاز، ما في احد لمس بيسه اصلا، عنده 2 فاير بيس هنا، اما من هذه المنطقه تماما خوفا من اي جاتلينج متسلله ممكن توصل لهذه المنطقه. انا لازلت مصر بالهجوم من هذه المنطقه اللي هي المنطقه اليسار. ابغى اتاكد اذا كان سبلاي ده في احد مسكه ولا لا، وبما انه انا تشاينا وعندي الاولويه في اللوتس لسرقه الاولاد، فما كنت صراحه مره مركز يعني، حاطط الاوت بوست وماني خايف. اتجهت بهذه الهجمه البسيطه، ولكن هنا الشيء اللي نحن ما كنا متوقعينه، جهز هنا الدروب مجموعه كبيره من الهمرات، ووقف تماما اقتصاده من هذه الجهه، ولكن هذه هجمه جدا شرسه. صح انها هاي ريسك، ولكن كان ممكن تقضي عليا يعني ضربه قاضيه. دخلت هنا بالاثنين جاتلينج وشلت له المصدر الوحيد للرزق، خلاص ما صار عنده مصدر رزق. الان جاب لي هذه الهجمه، ثلاثة همرات، كل همر مليان اكثر من الثاني، مع اسعاف، مع 2 افنجر. ما كان من السهل علي ابدا ان انا اهجم في هذه اللحظه. وديت الميكزات كلهم في اليسار وانتظرت اللحظة المناسبة. هذه الجاتلينج شلت حركته تماما، جاء بس للأسف جاء كمان معاه 2 همرات محشية وبتحكم بها كويس. استغليت هذه اللحظة، شوفوا الآن معايا في هذه اللحظة الاثنين الأفنجر كانوا بعيدين، أنا استغليت اللحظة هذه جبت الجاتلينج عشان تضرب الأفنجر، وحركت الميكزات في هذه اللحظة عشان تضرب الهمرات. ايش اللي صار؟ هذا اللي حصل فعليا، وبالجاتلينج قدرت اكمل على الهامر. صار كده ما في خطر عندي، هذه كلها دبابات تطلق جو، فما عندي اي مشكله خلاص. وكده انا كمان ضامن انه ما عنده اقتصاد، ما عنده اي شيء يقدر يجيب منه اي فلوس، قدي خسر هو شنكاته في الهجمه الاخيره هذه. صح انها هجمه مره كانت قويه، لكن يعني الواحد لازم يكون عنده زي ما بيكون عنده خطط، كمان لازم يستغل الثغرات في الكنترول ويعرف يضرب، يختار التوقيت المناسب للضرب. يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين، اتمنى تكون اسلوب التحليل الجديد هذا مناسب معاكم، بالذات في الايام اللي انا لاحظت انه كثر فيها الاسئله نوعا ما. يعطيكم العافيه، لا تنسوني من الشير، سبسكرايب، لايك الحاجات الحلوه هذه في القناه، اكتبوا لي تعليقاتكم ملاحظاتكم، واذا التحليل ناسبكم يا ريت برضو تدوني خبر عشان اكمل في هذه الطريقه. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير.